عندما يكون الإنسان متكئا على يده يقال عنها جلسة المغضوب عليه. نريد أن نفهم منكم، هل هذا صحيح؟ نعم، جلسة ينبغي أن تكون جلسة على الهيئة الحسنة، والاستكاء على اليد خصوصا عند الأكل وقت الأكل هذا أمر مكروه، أمر مكروه الاستكاء على اليد وقت الأكل، وكذلك الاستكاء على اليد في غير وقت الأكل والإنسان جالس هذا أمر غير مستحسن، إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، إذا كان يحتاج إلى الاستكاء على يده ضعفا في جسمه أو خللا في جسمه فلا بأس بذلك للحاج، أما إذا استغنى عنه فإن الأحسن أن يجلس على أحسن جلسة وأحسن هيئة. جزاكم الله خيرا.